شعب الشعب وعدم العدالة عدد الشعب الوحي وقرار الشعب المغربي حديد المهداوي صحفي شعب الشعب وعدم العدالة تريدون تشريد وتموت لابا؟ لماذا؟ هذه الحيحة كلها؟ لماذا هذا الشيء؟ الدولة مخابراتها أجهزتها قضاها بوليسها موجات صحفي شنو دار حميد المهداوي؟ شنو دار حميد المهداوي؟ سرق انهب جيبوا لنا هذا الشيء كله وهذه الحيحة جيبوا لنا الصحراء جيبوا لنا سبتهم ليليا بغيت تشردوا يوسف والسلافة وماذا بعد؟ حميد المهداوي حر حميد المهداوي سيظل حر حميد المهداوي مسجون ولكن أفكاره حرة وسيظل حر شاء ما شاء وأبى ما أبى حميد المهداوي تاج فوق رأسنا ونفتخر به هو خرج خمس سنين وخرج 45 يوم وعطاوني 10 سنين هذا كنظنوا عادي لأن الدولة ديالنا دائما كتقمحنا حرمتني من الطفولة ديالي ودابا من الشباب ديالي والله ما ينزلوا دموعي لحقاش أعرف أنني ابنة البطل وعاش محمد جلول الدولة ظالمة دولة ظالمة ظلموا ولادنا ربي ظلمهم كما ظلمونا وظلموا ولادنا ربي ظلمهم ان شاء الله في الدنيا والاخره حنا عندنا الله سبحانه وتعالى هو اللي غيوقف مع ولادنا ويوقف معنا ورجال ونعمة الرجال وتبارك الله ابطال 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 قدوة هادو قدوة للمغرب ولكن الدولة ما عرفاش تخدم عقلها ما عرفاش تحكم بالحكمة دارتينا هاد الشيء كتنتقم منا وتنتقم من ولادنا ربي ينتقم منهم ودعيناهم الله وحسبنا الله ونعم الوكيل ربي خلصهم في الدنيا والاخره مازال نموتوا نتحاسبوا واللي كيدي كيتسال شي حاجه عند الاخر غيديها غياخذها حنا زعما